المغاربه الاغلبيه ديالهم كيتعايشوا مع الحيوانات، الا كاين شي بعضين بحال هذوك اللي دايرين دوك الكرارس وكيشارجوا عليهم داك الثقل مع دوك البهايم وداك البغال، زعما الله يهديهم وصافي، راه كيتعداو على دوك الحيوانات بزاف. هذه مساله كترجع للانسانيه، كاين اللي فيه الانسانيه وكاين اللي ما عندوش انسانيه. اللي عنده انسانيه يعني راه غادي يتعاطف مع الحيوان، واللي ما ناقص انسانيه راه ما غاديش يتعاطف مع الحيوان. اللي تيضرب الحيوانات في الشارع اذن ما عندوش الضمير، هذا هو الهدف. صافي اختي هذاك راه لا غادي يضرب حيوان، راه يضرب بحال بنادم، راه يقدر يضربو. اللي يضرب حيوان راه حس بيه حتى هو حيوان. نيش بيزار انه تضرب حيوان في الشارع حشومه، ما خصك ما تضربش حيوان وصافي. الحيوان كمخلوق خلقو الله بحالنا، خصنا نعطيوه قيمته ونحترمه ونقدروه لانه كائن حي بحالنا، وخاصه تحدث عنه القران، و خصنا نهتموا بهذه المساله كثير. وهاد الناس اللي كتمشي مثلا قطه كيجبر حداه وكيضربها، شنو دارت له مثلا؟